السلام عليكم الحبيبات ديالي كنتمنىكم تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو آه في بدايه الفيديو كنبغي نرحب بجميع الاخوات اللي انضموا عندي جداد للقناه كان لكم مرحبا بكم عندي الى عجبتكم القناه وعجبكم المحتوى وعجبكم الوصفات اكيد ما تنسوش انكم تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم دائما جديد القناه وبالنسبه للاخوات اللي كتبوا لي مؤخرا انهم ما كيتوصلوش بالاشعارات ديال القناه بزاف ديال الاخوات ما كنقول لكم يعني حاولوا انكم يعني تزابوناو من القناه وتعاودوا ترجعوا تابوناو معايا من جديد باش هكا يوصلوكم الاشعارات ما عرفتش علاش والله الا بزاف البنات كيكتبوا لي باللي ما كيوصلهمش اشعارات وهذا مشكل يعني ما عرفش انا منين المهم البنات اللي ما كيوصلهمش يحاولوا انهم يحيدوا الاشتراك ويرجعوه من جديد باش هكا يوصل لهم دائما جديد القناه وكيف ما كتشوفوا معايا البنات اول حاجه غنبدا نحضرها وهو هذا الخبز هذا بزاف الاخوات طلبوا من عندي وهو الخبز ديال ديال الطوست اللي يكون بال بالدقيق القمح الكامل كانوا بزاف الاخوات طلبوني باش نحضروا لهم وبالنسبه للطحين اللي غنستعمل هو هذا راني وريتكم لومبالاج ديالو باش هكا البنات اللي اكيد لي دراه كاين في كاع يعني الدول الاوروبيه راه موجود وكاين نفس المنتوج نفس الطحين عندي الخميره عندي 500 غرام ديال الطحين ديال الدقيق القمح الكامل الملحه معلقه ديال السكر سنيده والماء الدافي عندي 120 ملل ديال الزيت النباتي انا عندي هذا زيت الزيتون اللي خاص بالطياب ماشي زيت الزيتون ديال الاكل وعندي صفار بيضه صافي هادو هما المكونات اللي غنحتاج لهذا الخبز هذا اللي صراحه كيجي واعر كيجي كي زوين البنات اول حاجه كتوضعوا هنايا واحد 250 ملل على حساب النوعيه ديال الطحين انا هاد الطحين هو اللي راني استعملت وغادا نشوف الطحين واش غادا نقدر نزيد او لا لا المهم هانتوما معايا كتشوفوا آه كيف كتلاحظوا معايا وضعت الزيت وضعت الصفار ديال البيضه آه الخميره معجونه نتوما اللي عندكم الخميره يعني ديك آه مطحونه ديروها او لا بودره ولا غبره المهم <applause> البنات ديك ديال الساشي آه ديروا وحده آه صافي غنطرب هاد المكونات كامله مع بعضها وغادا نبدا نوضع في الطحين بالتدريج وانا كنشوف آه عيني ميزاني واش غادي نكفاني هاد الطحين هذا او لا لا آه صافي كنخلط فقط بالاول غير بالملعقه هكا وانا كنشوف حتى تجمعليه ليا شويه العجينه عاده غادا نبدا نستعمل يدي المهم غير هكا آه ضفت الملح البنات دابا في هاد المرحله ما ضفتاش من اللول مع الخميره باش هكا يخمر لي بسرعه آه في آه يعني في وسط العجينه البنات آه وضعت هاد الزريعات هادو اللي تيكونوا هكا كيتباعوا كي مخلطين اللي فيهم غير زريعه الكتان مع الزنجلان مع بودر الخشخاش مع ديك زريعه القرع المهم نتوما بغيتو تضيفوهم اختيارين ما تضيفوهمش كيبقى لكم الاختيار المهم البنات راه كيجيو زوينين مع هذا الخبز هذا كيتواتاو معاه بالنسبه للعجينه كتبقى شويه طريه ما تخليوهاش قاصحه وما كتكونش يعني مرخيه بزاف مهم كيف ما غادي تشوفوا معايا القوام ديالها مني غادي نوريكم مني غادي نجمعها هنا راني كنضيف الطحين بالتدريج وانا كنشوف لاحظوا معايا العجينه مازال غدا نزيد هنا واحد شويه ديال الطحين واحد جوج المعالقات حتى يتماسك ليا شويه الخليط وفي الاخير خليتها بهذا القوام هذا ودرت عليها واحد المعلقه ديال الزيت صافي وغدا نخليها باش ترتاح كيف ما انا راه ما بقيتش كندلك فيها بزاف لان هاد الطحين هذا ما كيحتاش شي مجهود خصوصا هاد النوعيه اولا الدقيق القمح الكامل يعني ما كيحتاش انك تقود الكوفي غير بقيت كنجمع في العجينه حتى تجمعات لي مزيان يعني وانا كندخل فيها في بعضها صافي دهنت بديك شويه الزيت وغادي نخليها جانبا حتى تخمر كيف ما كتشوفوا معايا راهي خمرات على حسب الجو نتوما يمكن لكم تخليوها نص ساعه ولا ساعه ولا حسب الجو اللي عندكم عندي هنا هذا القالب اللي غادي ندير فيه الخبز هذا خاص بال يعني كيديروا فيه الخبز ديال الطوست ونتوما ديروا في غير داك المول العادي راني سبق لي وحضرت فيه انا نيت خبز ديال الطوست الابيض سبق لي حضرتو في القناه راه موجود درته في المول العادي ديال الحلوه ديال الزاج اولا ديال يعني ديال الحديد المهم اللي كان صافي كتشدوا العجينه ديالكم وكتسرحوها ما كترشوا لا طحين لا والو غير ديك الزويته اللي كانت مدهونه بها غير هي, هي كتسرحوها بها وكتحاولوا انكم تلويها مني كبداو تلويها كتل... مجموعه ماشي كتخليو ما كتخليوش داك ليسباس يعني مكت... داك الفراغ ما كتخليوش كتحاولوا انكم تجمعوها هكا مجموعه يعني ما تخليوش الهواء فين يدخل المهم باش يجيكم ما يجيكم دوك الفراغات في وسط الخبز ديالكم صافي كتقادوها فوق هاد القالب ديال الخبز وكتحاولوا انكم تبسطوها حتى تقاد يعني يولي عندها نيفو واحد يعني مقاده بهذا الشكل هذا وصافي من بعد غادي تغطيو عليها وتخليوها تخمر يعني تقريبا على حساب الجو اللي عندكم كيف ما قلت ضروري انكم تبسطوها واحد شويه قبل البنات قبل ما نخليها تخمر ضروري انني غندير هذه هاد المرحله هذه آه غدا نرشها بشويه ديال الطحين ما تدوش عليا البنات عندي واحد شويه ديال العيا غير لافاتيك كنت خارجه خرجت وليدات للبارك وجيت شويه عيانه وكنركب في الصوت وضربتني الشمس للراس <applause> قبلوا عليا في هذا الفيديو في الصوت وصافي هنا كما كتشوفوا رشيت لها شويه ديال الطحين من هذاك الدقيق القمح الكامل نيت ولا شويه النخاله اللي عندكم وكتاخذوا واحد السكين اللي يكون حاد كداو ديروا فيها فليحات اللي يكونوا متوازنين يعني يعني بشكل متوازي يعني مقاعدين على هذا الشكل هذا ومن بعد كتخليوها تخمر من بعد ما خمرات كيف ما كتلاحظوا كيجا هذا الشكل ديالها بالنسبه لهاد الفليحات البنات الا كنتو تخافوا انكم تجيو تقطعوا في الخبز ما تكونش عندكم ديك الماكينه ديالو يبدا يتفزر لكم بلاش ما ديروهاش بلاش ما ديروها كيبقى ليكم الاختيار المهم انا درتها باش تعطيني واحد تشكيل هكا زوين بحال الديزاين هكا باين وصافي راهي كما كتشوفوا دخلتها الفرن على 190 درجه حطيت تقريبا لتحت اكثر من الفوق وخليتها كطيب لمده ديال 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه على حسب الفرن ديالكم كيف داير البنات كاين اللي كي يعني يخرج له الهواء وهذا ما كيطيبش له بسرعه كاين اللي المهم على حسب الفرن ديالكم المهم انا هذا هو الوقت اللي استغرقت ليا يعني وخدات صافي من بعد مني خرجتها غطيتها بواحد الزيف هكا وخليتها تبرد يعني تخليوها واحد ساعتين عاد قطعوها البنات يعني ما تجوش مباشره دوز قطعوا فيها انا هنايا خليتها غير شي ساعه ونص هكاك يعني ما وصلاش ساعتين لانني قطعتها في نفس في نفس الوقت يعني ما جيت فين كنطيب دوك الوصفات اللي غادي نشارك معكم دابا حتى يعني يعني كان هذاك هو الوقت صافي يعني ما خدتش ليا وقت بزاف اللي خليتها ترتاح اما مني كتوجدوها مثلا ليله وكتخليوها بحال مثلا تحضروه اليوم بالليل والغد الصباح عاد تخليوه تفطروا به كيصبح لكم في التقطاع ديالو ساهل صافي كما كتشوفوا معايا قطعت انا غير بالسكين يعني نتوما اللي عندكم باش الماكينه باش تقطعوا يكون احسن المهم بعد السكين باش قطعتها لاحظوا معايا البنات كيف جا من الداخل راه كيجي كي زوين 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 بزاف ورطب يعني طري ماشي داك الخبز اللي كتعرفوا كيجي كي يابس او لا قاصح او لا ابدا لان كما شفتوا انا درت فيه الزيت راه كيجي كي الطري كيجي رطب مهم جربوا هالبنات وهذا تحت طلب العديد الاخوات اللي طلبوا مني انني نشارك معهم خبز دقيق القمح الكامل وهنا البنات غندوز معكم الوصفه الثانيه وهو واحد واحد الكيكه هكا درتها بالتفاح اللي كتجي زوينه السمك ديال الرقيق صراحه كتعجبني انا شخصيا عاده وليداتي نقول لكم مكونات عندي هنا مياه و 25 غرام ديال السكر زائد مية وخمسة وعشرين أو غرام ديال الزبدة ربعة ديال البيضات عندي 250 غرام ديال الطحين بالنسبة للطحين البنات على حسب النوعية تقدروا تديرو من 200 حتى 250 غرام على حسب النوعية اللي عندكم ديال الطحين أنا هذا خاص بالحلويات عندي واحد القبيصة ديال الملحة قشور ديال حامضة 8 غرام ديال خميرة ديال الحلوة غير 8 غرام البنات يعني ما تديروش كتر وعندي عصير ديال نص حامضه اللي غدا نستعملو هكا نديرو فوق هاد التفاحات عندي هنا جوج حبات ديال التفاح اللي قطعتهم هكا شرائح وعصرت فوق منهم عصير ديال الحامض باش ما يعني يحتفظوا باللون ديالهم وما يكحلوش وبالنسبه للعصير الحامض البنات اللي غادي نستعمل مازال نص ديال عصير حامضه اللي غدا نستعمله في العجين اللي ما حطيتوش تما لكن غادي تشوفوه معايا صافي هنا من بعد مع الصر ديك الحامضة غدا نخلطها هكا مزيان مع داك التفاح ونحطو جانبا باش ندوز نشوف المرحلة الثانية وبالنسبة للمول هذا هو اللي غنستعمل دهنت ليه الجوانب ديالو بشوية ديال الزبدة مع الطحين وفرشت ليه ورق الزبدة بالنسبة لهاد الكيك دير ورق الزبدة وانتم لما عندكمش ورق الزبدة يعني مش بالضروره دهنوا المول ديالكم كامل بالطحين وبالزبدة يعني الطريقة ديالنا العادية التقليدية على حسب المتوفرة البنات أه صافي دابا غدا ناخد واحد الإناء وغدا أه نوضع فيه أه البيضات يعني ربعة ديال البيضات غدا نهرسهم في هاد الإناء وبالنسبة للبيضة البنات خاص ضروري يكون بحرارة الغرفة وضعت السكر اللي هو مية وخمسة وعشرين غرام من تمانين حتى لتسعين حتى لمية وخمسة وعشرين غرام على حساب واش كتبغي السكر أولا مكتبغيوش نتوما يعني بالنسبه للسكر البنات راه ما فيش الميزان واش نتي كتبغي السكر يعني الكيك ديالك يكون حلو او لا يكون ماشي حلو اولا خفيف على حساب نتوما وشنو كتبغيو صافي هنا غادي نطرب السكر مع ديك القبيصه ديال الملحه ومع مع البيض غادي نزيد عليهم هنا الزبده الكيكه ديال الزبده البنات راه كتجي زوينه كتجي بنينه عندها واحد اللذه اللي زوينه بزاف صافي هنا غدا نضيف عصير ديال عفوا قشور ديال الحامض بالنسبه لهذا الكيك هذا راني ما استعملتش فيه الطراب الكهربائي نهائيا كما كتشوفوا فقط الطراب اليدوي لكن كتجي خفيفه وكتجي زوينه يعني كتجي ناجحه كيف ما شفتوا معايا وغادي نشوفو هنا وضعت الطحين مع الخميره وغدا نخلطهم صافي وكبداو توضعوا يعني هكا بالتدريج يعني دفعات كل مره كدير واحد الكميه ديال الطحين وانتم كتشوفوا بالنسبه للقوام ديالها كيكون شويه ثقيل أه ما كيكونش خفيف بحال الكيك العادي لان غادي نتقى الدفق منها التفاح أه يعني خصها تبقى شويه أه يعني ثقيله واحد شويه كما كتلاحظوا معايا القوام ديال الخليط غادي نزيد عليه عصير ديال نص حامضه هو اللي قلت في جبيل يعني في الفيديو باللي راه غنستعمل عصير ديال نص حامضه غادي نضيفه في الاخير بحال وصافي كده تخلطوا مزيان كيصبح عندي القوام ديال الكيك بهذا الشكل هذا يعني كما قلت لكم راح كيبقى ثقيل شويه صافي هنا غادا ناخد المول اللي غادا ندخل الفرن غدا نوضع فيه الخليط كيف ما لاحظتوا البنات يعني الخليط راه باقي شويه ثقيل لكن ما تخافوش لان غادا تجيكم الكيكه ديالكم زوينه ما خصوش عاود يكون تسمعوا ثقيل ويكون ثقيل يعني فوق القياس المهم بهذا الشكل هذا كما شفتوا معايا راه الصوره واضحه وصافي غادا نبسط الخليط ديال الكيك بهذا الشكل كما قلت البنات انا ما بغيتش الكيك ديالي يجي عالي يعني ما يجيش الحجم ديالو عالي خصو يكون رقيق شويه يعني الطرطه ديال التفاح يعني ما يجيش داك الحجم ديالها بحال الكيك العادي كيف ما نعرفو حنا الجينواز او لهذا بغيتها تجيني رقيقه والحجم يعني الشكل ديالها دائري وكتبان كبيره شي شويه بغيتو نتوما تجيكم عاليه وغليظه كيبقى لكم الاختيار ديروا مول بنفس المكونات والمول يكون صغار من هذا يعني كل حجم ديالو كل حجم ديالو ماشي كبير يعني يكون صغير صافي كتبداو توضعوا في التفاح بحال, هك... بحال هك يعني هكا بحال هكا يعني نتوما كتقادوا هكا على الدائرة كلها وزينتها هكا في الوسط ديالها بالنوازات اللي يكون مهرمش كيجي زوين نتوما بغيتو ديروا اللوز اولا ديروا اللوز ايفيلي ولا دي... تخليوها غير هكاك ودهنوها بالكونفيتور ولا تزينوها بلي فخوي من الفوق كيبقى لكم الاختيار المهم كيجي هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت كتجي زوينه بديك الريحه ديال التفاح مع النكهه ديال الحامض راها كتجي رائعه البنات وهذه كتعجب وليداتي بزاف يعني هذه كتعجبهم هاد هاد الحليوه هذه وبغيت نشاركها معكم يعني توجدوها لوليداتكم في هاد العطله هذه يعني كيبغيو بحال هاد الاشياء هادو كتعرفوا يعني كنبغيو الكودي كنبغيو نخرجوا للجرادي هكا مع وليداتنا ولا المهم كتكون شي حاجه تخرجوها في يدكم لوليداتكم لاحظوا معايا من الداخل ديالها يعني كيف جات راه كتجي مفتحه وكتجي زوينه يعني كتشهي كنتمنى فعلا انكم تجربوها مازال غدا نوريكم الصوره ديالها هكا عن قرب باش تشوفوا الخفه ديالها واخا بقات العجينه ديالها كيف ما بانت لكم في الاول قلت لكم بقات شي شويه ثقيله لكن جات زوينه زوينه بزاف واحد النسمه كتعطي في الدار ما نقول لكمش زوينه بزاف وبالنسبه لهاد الوصفات راني مصيباهم في نفس اليوم لانني غنوريهم لكم كاملين وهذا الخبز كذلك صورته معايا يعني كنت كنصور كل حاجه بوحدها باش هكا نوريكم دابا غادي ندوز معكم الوصفه الثانيه اللي صراحه عجبات العائله ديالي وكتعجبها هذه الوصفه هذه لذيذه 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 بزاف واحد الدرجه ما تخيلوهاش واحد الكيش اللي كيجي زوين بدون عجين كيجي رائع غادي نحتاج ليه هنا زيت الزيتون نص كاس عندي فليفله مقطعه حبه ديال الفلفله مقطعه لون احمر بغيتو ديروا الوان كيبقى لكم الاختيار عندي هنا جوج حبات ديال البصل صغارين الا كانت عندكم بصله كبيره ديروا وحده عندي هنا تقريبا نص كيلو ديال البطاطا على حسب المول ديالكم عندي شويه ديال لي زي زيبينار عندي 250 غرام ديال الكفته زائد جوج الحبات ديال البيض حبه ديال الطماطم مقطعه بالنسبه للتوابل عندي بودره الثوم غادي نستعمل الملحه ما لكن غنستعملها شويه ديال الاعشاب منسمه شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال السودانيه كتبقى على حسب الذوق يمكن لكم ديروا فقط التحميرة أو لا الفلفل أحمر بودرة الحلو على حساب لكن هاد الحارة البنات راه مكيجيش باين فيها ولكن كيتواتى معاها أه بالنسبة للبطاطا البنات راني حكيتها وعصرتها مزيان مزيان حتى حيت من الماء يعني ماشي حكيتها وجيت حطيتها مباشرة باش ما ديروش هاد الخطأ راني مني حكيتها صفيتها يعني عصرتها ضغطت عليها بيدي مزيان اما كتاخدو شي صفاية او لا شي زيف ديال حياتي ولا هذا ولا تضغطوا عليها غير بيدكم وتخرجوا من هذاك الماء ديالها مزيان عاد باش تحطوها في هذا الاناء صافي وضعت المكونات اللي سبق لي وذكرت معكم اللي هي ملحه جوج ديال البيضات شويه ديال الزعتر او الاعشاب المنستمه بودره الثوم شويه ديال الملحه شويه ديال السودانيه صافي كتدخلوا هذه المكونات كامله مع واحد تقريبا واحد ربعه ديال المعالق ديال الزيت ما تديروش كتر غير بعد المعالق ديال الزيت فقط صافي من بعد المكونات كامله كتاخذوا واحد القالب اما دهنوه بالزيت الا كان يلصق لكم انا, أنا فرشت ليه ورق الزبده في الاسفل ودهنته بالزيت من الجوانب صافي وضعت فيه هاد البطاطا هذه وحاولوا انكم توزعوها مزيان على الجناب كاملين ما تخليو حتى شي هاد الكيش البنات راه كيجي لذيذ يعني بدون عجين لكن كيجي ممتاز واحد اللذه فيه الا جرتوه اكيد غادي توليو مدمنين عليه <applause> والله العظيم البنات بهذه الطريقه ديالي هذه بالضبط يعني ماشي مكونات اخرى لكن بهذه المكونات هذه راه كيجي عجيب صافي هنا من بعد ما قديتو مزيان بالمعلقه يعني خديت معلقه وبسطته مزيان يعني حاولت انني نديرو نفس يعني مقاد على مستوى واحد ما خليتش دوك الفراغات غدا, غدا ندخلها للفرن تقريبا واحد المده ديال عشرين دقيقه الفران درجة الحرارة ديالو كتكون على ميتين درجة على حساب الفرن ديالكم كيف داير ماشي طيب مزيان مهم طيب حتى يبان لكم بدات اللون ديالها كيتغير شي شويه صافي كتخرجوها لاننا غنعاودو نطيبوها مره تانية بعد ما غادي نوضعو المكونات هنا خديت مقله وضعت فيها الزيت مع البصله اللي مقطعه مكعبات كتشحروها مزيان واحد اللذة في الكيشة البنات راهي عجيبة ان شاء الله غادي في شهر رمضان غادي يعجبكم بزاف انكم تحضروه للفطور ان شاء الله هنا زدت الفلفلة هذا نشحر هاد الفليفلة مع البصلة حتى تتبط لكم هاد البصيلة مع الفلفلة عادة تبداو توضعوا المكونات الاخرى غدا نزيد معهم الطماطم بالنسبه للطماطم كتزيد واحد اللذه بغيتو تستغناو عليها ما تضيفوهاش كتفيو غير بصله وفلفله كيبقى لكم الاختيار انا ضفت حبه ديال الطماطم مع هذه هاد الوصفه هذه غادي نزيد التوابل اللي نفس التوابل اللي وضعت في مع البطاطا هما نفسهم يعني الثومه بودره زائد شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار شويه ديال السودانيه وكذلك الاعشاب المنستمه اللي كتكون فيها الازير كيكون فيها الزعتر المهم البنات راه كتعطي واحد اللذه عجيبه يمكن لكم تستعملوا غير الزعتر اللي عندكم يعني ما ما عندكمش دوك التوابل يعني ما ما نحصروش روسنا صافي ما كاينش الحاجه ما نديروش غير الزعتر البنات راه فيه الكيف يعني الكافيه يعني باركة وضعت ديك الكفيته البنات كما كتلاحظوا غادا نزيد معها لي بينار او لا. السبانخ من بعد ما غسلتها ما تقطعوها ما والو خليوها هكا حنا الغرض ديالنا انها تجي شويه باينه يعني ماشي تطحنوها حتى تولي بحال الربيع اولا لا بنكون مقطعين القزبر وهذا لكن خليوها غير هكا ثم يمكن لكم تزيدوا اكثر يعني ديال السبانخ الا بغيتو راه كتواتى مع هاد هذه الوصفه هذه راه كتجي معها خطيره يعني زوينه قولي قتلتينا بهذه زوينه ولكن البنات والله العظيم الا فعلا فعلا ماشي غير كنشكر لكم في الوصفه لانني حضرتها ولا كنبغي نشكر اولا لكن فعلا البنات الا جربتوها غادا تعجبكم هنا راني كنت دايره واحد الشوربه اللي غادا نشاركها معكم حتى هي ما بقيتش نوريكم داكشي مرون يعني كل وصفه ووسط من وصفه غيدخل يدخل يدير لكم داكشي هنا كنت كنحضر في وصفات مجموعين يعني كل مره يدي في حاجه وكنصور لكن نتوما بغيت نقاد لكم باش هكا ما تضيعوش هنا البطاطا بعد ما طلعتها من الفرن لاحظوا معايا كتبان لكم جنيبات ولا بحال يتحمر كيتحمر شي شويه دابا غادي ندوز للحشوه الحوايج اللي غادي نستعمل معها بداك الكفته وداك لي زيبينا راه مطابو حطيتهم تما كناخذ الاناء وغادي نوضع فيه ربعه ديال البيضات غادي نخلطهم وغادا بالنسبه للكريمه انا عندي هنا 250 غرام ديال الكريمه ديال الطبخ نتوما البنات ما تستعملوش كلشي كريمه بغيتو ديروا 100 ملل ديال الكريمه ونص لاخر حليب كيبقى لكم الاختيار انا استعملت كلشي كريمه لكن نتوما ما بغيتوش ديروا كلشي كريمه ما تديروش. وضعت شويه ديال الملحة شويه ديال الابزار وشويه ديال الاعشاب المنسمه غير شويه شويه من الحاجه صافي غدا نوضع الخليط كيف ما شفتوا ما تبقاوش البنات غير في الملح هنا وهنا هنا عينكم ميزانكم انا راغي غير كنبنن كل حاجه كنحاول انني نبنها باش نجيب الملحة. في الاخير تجي هي هذيك لان استعملنا في الحشوه زائد البطاطا زائد هذا يعني داك التوابل اللي كتوضعوها في مره يعني حاولوا انكم تقسموها على كل حاجه باش هكا ما تجيكمش التوابل كثيره صافي هنا خلطت ديك الكريمه مع ديك الكفته ودوك المكونات اللي طيبت لاحظوا معايا كتبان كتشهي قبل ما تطيب والله العظيم الا لذيذه البنات مع ديك الكريمه والبيض وهذا تخيلوا غير تخيلوا الوصفه كيفاش غتجي انا استعملت يعني لجبن أما الفرن يعني لا جبن لا تشي شي حاجه راه ما الفرماج في الوصفه لكن راه كتجي رهيبه زوينه بزاف صافي هنا كما شفتوا غدا ندخلها الفرن نخليها تقريبا لمده ديال من 20 حتى ل 25 دقيقه ا على نار اللي تكون ماشي عاليه بزاف البنات انا خليتها في 180 درجه يعني على خاطر خاطر هكا طيب غير بشويه عليها صافي كيجي كي هذا هو الشكل ديال الكيش كيجي كي زوين بزاف من بعد ما طلعته من الفرن غدا نقطعو معاكم غادي نشوف معايا راه مازال باقي سخون يعني راه باقي ما لكن كتعرفوا يعني ملي كي كيكونوا وصفات هكا شي شويه خاص كل وصفة تحاولي انك تعطيها وقتها و... ويعني باش تصوري هادي وهادي هادي راه كتعرفوا كياخد داكشي الوقت لكن حاولت انني انا نجمع لكم الوصفات كل وحده بوحدها باش هكا ما مي... ما يضيعوا لكمش الوصفات وتبقاو كل مره كتلفوا في الوصفه كل وصفه البنات راه راحت حتى الاخر ديالها لاحظوا معايا كيف قربت لكم الصوره عن قرب وراه كيبان سخون كيجي لذيذ بزاف البنات غير جربوه ردوا عليا ان شاء الله مني غادي نجربو غادي نتوليو مدمنين عليه لا نتوما لا وليداتكم حتى الوليدات ذوقوه اليوم الا مثلا ما كي كياكلوش خضره ذوقو لهم هذا الكيش هذا اكيد غادي يعجبهم راه بدون عجين ودابا غندوز معكم للشوربه اللي حتى هي كتجي عجيبه كتجي زوينه آه، اللي هي الشوربه ديال البرغل اولا داك كما نقولوا حنايا يعني القمح المهرس يعني داك القمح اللي كيكون كي مهرس المهم نتوما كلهاش اش كيسميها هنا عندي الملحه بالنسبه للتوابل بودره الثوم شويه السودانيه الفلفل الاسود عندي الكركم صافي هادو هما التوابل عندي هنا تقريبا واحد 170 غرام ديال البرغل اللي خليتها في الماء يعني غسلتها مزيان حتى حيت لها داك النشا ورطبتها خليتها ترطب باش هكا طيب لكم بسرعه عندي بصيله مقطعه حبه ديال الجزر عفوا ثلاثه دي الحبات ديال الجزر مقطعين صغارين عندي فلفله وحبه ديال الطماطم مقطعه كذلك عندي السبانخ آه اللي قطعتها آه شويه يعني خليتها غليظه شي شويه لكن مقطعه وعندي ربع كاس ديال زيت الزيتون للطبخ المهم البنات هادو هما التوابل اللي راني استعملت بالنسبه للجزر استعملت الا كان عندكم جزر كبير استعملوا غير جوج كان صغير ديرو ثلاثه ولا اربعه صغيورين مهم انا كان عندي الجزر الحجم ديالو صغيور قطعته هكاك بحجم رقيق ما تخليوش غليظ يبان في يعني كبير بان شويه مهم الحجم باش يطيب لكم بسرعه كتعرفوا الشربه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت بالنسبه للبرغل البنات راه هو هذا كنوريه لكم في القريعه ديالو يعني قبل ما نرطبو هذاك هو البرغل راه متواجد في جميع المحلات والثمن ديالو اللي رخيص يعني ماشي غالي كتاخذوا الطنجره ديالكم كتوضعوا فيها هذيك الزويته وغادي نتوضعوا فيها البصله اولا البصل مقطع مكعبات رقاقين غادي نشحروها هكا مزيان كتجي زوينه البنات هاد الشوربه هادي وخفيفه وكذلك صحيه ايه وضعت هنا الخضار اللي هي الجزر مع الفلفله وحبة ديال الطماطم غادا نشحرهم واحد شويه بالنسبه للشوربات البنات كاملين يعني تقريبا الشوربات اللي كنطيبو واخا كنطحنوهم دائما ديك القليان ديال البصيله وهذا راه كيزيدها واحد البنه دائما حاولوا انكم تقليو ديك الخضيره هكا في الاول باش تجيكم ديك الشوربه ديالكم بنينه مع ديك الزويته كتجي بنينه غير جربوها البنات اللي كيجربوها كيشحروا ديك البصيله وكتاخذ داك اللوينه راه كتجيهم الشوربه لذيذه احسن من الشوربه العاديه اللي كتجي تخلطي كل شيء صافي هنا من بعد ما خليتهم واحد الخمسة ديال الدقائق ديك الخضر كتشحر زدت عليها اوراق ديال السبانخ مقطعه غادا نضيف توابل بالنسبه للسودانيه حتى هي راه كتجي زوينه يمكن الاستغناء عنها يعني ما تضيفوهاش ضيفوا في شويه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر الحلو بودره اه هنا البرغل من بعد ما غسلته ورطبته واحد شويه اه غدا نخلطه مع هذه الخضيره صافي وغدا نبدا نوضع في الماء مباشره اه بالنسبه للماء خصو يكون شويه بزايد كتعرفوا باللي البرغل كيطلق كي داك النشا ديالو واحد شويه و وكيتنفخ يعني ضروري الماء يكون بزايد هاد الحجم هذا وزدت هنايا واحد المعيلقه كبيره ديال الطماطم المركزه بالنسبه لهاد الشوربه البنات نتوما الا بغيتوها تجيكم خاطره وينبش لكم داك الماء ديالها اه كتاخذوا واحد المعيلقه ديال الزيت في المقله وكتزيدوا عليها معيلقه ديال الطحين وحاولوا انكم تشحروها وكتدوروا بها هاد البرغل هذا وما كيجيكمش داك الفارق داك الفرق ديال الماء كما كتلاحظوا الصوص مع البرغل لكن البنات انا بغيت نخلي الشوربه صحيه ما بغيتش نضيف داك شويه ديال الطحين باش تجيني بحال شكل الحريره لان هذاك النشا انا تخلصت منه يعني غسلت داك البرغل مزيان وما بغيتش نعاود نرد الطحين من جديد نتوما بغيتو تضيفوا الطحين يعني دوروها واحد جوج معالقات ديال الطحين مع معلقه ديال الزبده ولا الزيت في مقيله كتشحرهم حتى كيولي لكم داك ل... داك الطحين ديالكم محمر شويه صافي وكتشدوها وكتدوروا بها كتخويوها فوق هاد الشوربه وكتحركوها واحد شويه على النار واحد ثلاثة دقائق ولا 4 وكتطفيو عليها ما كيبقاش يبان لكم هذاك الماء ولا داك الشيء ديال الشوربه كما كتلاحظوا لكن انا استغنيت على هذيك الطريقه هذيك بغيت نخلي الشوربه صحيه وتبقى هكا كنتمنى البنات انها تكون عجباتكم كي هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا شوربه اللي زوينه وصحيه وخفيفه بغيتو ديروا مع قطعه ديال اللحم بغيتو ديروا مع قطعه ديال الدجاج كذلك كيبقى لكم الاختيار صافي كانوا هادو هما الوصفات ديال هذا النهار هذا اللي راني مصيبهم في نهار واحد حاولت انني ندير لكم وجبه مثلا بغيتو تستعملوها لشهر رمضان الكيش اللي زوين وصحي زائد شوربة ديال البرغل زائد كيك هكا للوليدات اولا ليكم نتوما ديال التفاح تشربوا معاه واحد الكويز د اتاي وكذلك الخبز ديال الطاس اللي طلبوه مني بزاف ديال الاخوات واليوم حضرتو للدار ديالي نيت وكلت نبارطاجيه مع البنات صافي الغزالات كانوا هادو هما الوصفات الى عجبوكم الوصفات ما تنساونيش الحبيبات ديالي من التعليق ديالكم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وغنقول لكم شكرا لكم على المشاهده ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفات اخرى وما تنسونيش البنات منشجع ديالكم السلام عليكم